وصلنا لفقرتنا الحوارية الثانية لهذا اليوم، وهي العمل التلفزيوني يحتاج لكثير من الجهود، وهناك جنود مجهولين يعملون بشكل مستمر ليخرج هذا العمل بالشكل الأمثل والصحيح عن الآليات التي يعمل بها أحد أهم القسمين الموجودين في مجال التلفزيون، هما المونتاج وقسم الموقع الإلكتروني. بهذا موضوع رح نستقبل المهندس ضرار غزال، رئيس شعبة الفيديو. أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. أكيد يسعد الصباح بهذا الصباح، وأكيد المهندس حسام صالح، رئيس وحدة الإنترنت. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباح. يسعد صباحكم زملائنا، منورين. أكيد بالبداية أستاذ ضرار، رح نبلش من عندك، بدنا نعرف المشاهدين عن آلية عمل قسم الفيديو، وشو في جديد عندكم هلا الفترة؟ معلش إذا استعرضت تاريخيا. يا ريت والله. بدأنا بالقسم نحن بآلات فقط، مونتاج خطي مباشر. صحيح. مكينة لمكينة، وكان في عنا مونتيرية اثنين فقط مخضرمين، هن الأستاذ أمجد قنجراوي وقصي سلمان. بنوجه لهم تحية على رأسي. بعدين دخل علينا المونتاج اللا خطي، وكان قفزة نوعية، والحمد لله تدرب عنا كادر وصار قادر على المونتاج اللا خطي وباحترافية جيدة. طبعا هالشيء أضاف لنا إلى حد كبير ديناميكية وقدرة على المناورة الأكبر، وبنفس الوقت محدودية الأجهزة اللي عندنا كمان وقفتنا. يعني نحن أنا بحاجة مثلا لحتى سجل المواد اللي عندي، فما عندي إلا 3 آلات، وهو يفترض لكل جزيرة مونتاج فيكون إلى جهاز عرض وتسجيل، فأخذ منه أنا وبسجل عليه. بس نظرا لقلة الآلات فاضطرينا نحن نعتمد على غرفة تسجيلات نحط فيها الآلات، وعن طريق السيلكتر أو الباتش بانل نقدر نناور، نحن ناخذ ونعطي من الجزر وإليها. هالشيء أضاف لنا مشاكل، يعني مثلا أنه أنا ما كبشرت أو سجلت مادتي على أحد المحطات، فأنا ما بقدر أخذ المادة إلا من هذه المحطة. ممكن أن يكون عندي المحطة فاضية بس ما في آلة فاضية. صحيح. فهذه صعوبات كانت عنا دافع أنه لنبحث على بدائل وحلول. الحلول بدأت معنا بوفود بقدوم مهندسين، كانوا الأستاذ حسام والأستاذ فؤاد ناصر. أول ما أجوا لعنا على المركز عملوا عنا ما يسمى موقع إلكتروني. كنا كان عندنا مشروع الموقع الإلكتروني. صح. فتوسلنا فيهم الخير بعد ما حطوه على العمل، وهو كان برمجة شخصية منهم يعني. فأوكلنا إليهم فكرة الشبكة. هلأ هاي توطي أكليات لها موضوع الشبكة مع الأستاذ. طلبنا منهم الشبكة ومواصفاتها المطلوب منا والغرض كله. ما بعرف إذا بتحبوا هلأ بقى بيتبلل الكلام. أكيد بدنا نوجه السؤال بداية قبل ما نحكي عن تفاصيل. وحدة الإنترنت مفصلها من مفاصل العمل التلفزيوني والإذاعي بنفس الوقت. طبعا. شو بتقدم للمشاهد فكرة عن الوحدة وآلية عملها؟ طبعا وحدة الإنترنت بالبداية لمحة تعريفية عنها، هي مكون أساسي من مكونات المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. طبعا نحن نقوم، طبعا نقول كمان نحن هي تمثل بوابة المركز إلى عالم الشبكات العالمية. صح. عالم الإنترنت. تمام. يلي هو عبارة عن منظومة، المنظومة صار جزء من المنظومة التلفزيونية. فنحن منقوم بوحدة الإنترنت بمجموعة من المهام، منها أو أهمها عمليات البث الإلكتروني بكل أشكاله، سواء بالكلمة سواء بالصورة سواء بالفيديو، بالإضافة لأنه مسؤولين عن إدارة الشبكة وتزويد محطات العمل في المركز بخدمة الإنترنت. تمام. كمان بالإضافة لهذا الشيء نحن نقوم بإنتاج مجموعة من البرامج، مثل برنامج الجريدة الإلكترونية اللي بيطلع صباح كل يوم على قناة أوكريت، برنامج صحافة اليوم اللي بيطلع بعد صباح الخير، يعني كيف ما رحتوا نحن محاصرينكم كمعلوماتي وإنترنت. وكمان فينا نحن نشارك كل دورة برامجية ببرنامج معين، مثل البرنامج هلا حاليا عم نساويه هو نت نيوز. تمام. مثل ما ملاحظ إنه هالبرامج اللي عم نقدمها لها علاقة وثيقة جدا بالإنترنت. تمام. عم بيكون مصدر المعلومات هو شبكة الإنترنت لنعرضها من خلال المنظومة التلفزيونية. طبعا نحن كمان بالإضافة لهذا الكلام اللي حكيناه، نحن بموجب قرار طبعا من حوالي سنة ونص، وحدة الإنترنت في المركز عم تمثل نواة لدائرة معلوماتية. تمام.
يلي رح نقدم من خلالها عدة مشاريع رح تم تفعيلها قريبا إن شاء الله، طبعا بالتعاون مع قسم الفيديو وقسم الأرشيف والأشرطة يلي هلا تكلفت فيه زميلتنا المهندسة زهاء الخير يلي هي مهندسة بوحدة الإنترنت، ومبارك للمهندسة زهاء بالتوفيق إن شاء الله. كانت في الأول مهندسة بقسم الفيديو. تماما. صحيح. بالنهاية العمل دائما هو تشاركي، هو تسلسل، هو في تعاون بالتأكيد لحتى ينجح. هلا بدنا نرجع نتعرف على موضوع مهم جدا بوحدة الإنترنت واللي هي الموقع الإلكتروني. طبعا. شو بيتضمن من معلومات؟ بالنسبة لك خاصة أنه التواصل الاجتماعي هو الغالب حاليا على الساحة. تمام. بالنسبة للموقع الإلكتروني أو صفحتنا عبر فيسبوك، في عندنا فريق تحرير بشكل متكامل هلأ حاليا عم نقوم بتأهيل وتدريبه من خلال بعض زملائنا بالإعداد اللي عندهم خبرة سنوات طويلة. صح. من وجههم كمان شكر. عم نقوم بتدريب وتأهيل هذا الكادر، هذا فريق التحرير، ليقوم بتحرير نحن مجموعة من الأخبار بالتعاون مع وكالة سانا. كمان نشكر وكالة سانا وإدارة سانا في اللاذقية، قدموا لنا حساب نحن ندخل على هذا الحساب في مجموعة من الأخبار اللي عم تغطيها الوكالة بشكل كامل. طبعا كمان كل خبر من الأخبار موجود بكل تفاصيله. نحن بالنسبة لنا فيما يهم المركز الإذاعي والتلفزيوني عم نختار مجموعة من الأخبار وفق هاي الأولويات أو الاهتمامات، ونقوم بتحرير الخبر تمام ومن ثم نشر عبر الموقع الإلكتروني وعبر صفحتنا على الفيسبوك. طبعا نحن بالنسبة لنا عم نغطي الأخبار الرئيسية بالإضافة لآخر الأخبار اللي بتغطي آخر أخبار الجيش وتطورات الجيش العربي السوري. كمان نحن عم نغطي الأخبار الاقتصادية وأخبار المحافظة بما يتضمن من فعاليات ومهرجانات ونشاطات، كمان بالإضافة لاجتماعات مجلس المحافظة والقضايا الخدمية. طبعا نحن عن جديد إن شاء الله كمان رح نهيئ فريق لحتى يغطي بشكل ميداني، نصير نغطي نحن بشكل ميداني مثل ما عندكم أنتم بقناة أوغاريت، عم يكون في محررين عم يطلعوا يغطوا الفعاليات والنشاطات، نحن كمان رح يكون في عندنا شيء خاص للإعلام الإلكتروني. حلو. إن شاء الله هذا الموضوع قريب. مشان كمان نوه على فكرة الفيسبوك، طبعا نحن رابط صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/letakia.rtv، هاي رح تكون صفحة ذات طابع إخباري بالتنسيق مع وكالة سانا. كمان بالإضافة لوكالة سانا في عندنا المركز الإخباري تمام في دمشق عم ننسق معهم، وكمان بالنسبة لنا في عندنا مرجعية تانية اللي هو الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا. قريبا هلا رح نطلع بصفحة باسم قناة أوغاريت، هاي الصفحة رح تقوم بتغطية كافة البرامج يلي عم تغطيها أو عم تنبث عن طريق قناة أوغاريت إن شاء الله. يعني فينا نعتبر الموقع الإلكتروني حاليا هو موقع إخباري، قريبا سيكون موقع لقناة أوغاريت رح يكون بغطي برامج قناة أوغاريت. رح يغطي البرامج، هلا رح نغطي نحن كل فترات كمان. تمام. يعني كافة البرامج إن شاء الله. نحن ممكن رح نجهز هلا فريق من المحررين رح يقوم بالتغطية عبر الصور تمام وكلمات بسيطة، مثلا تشاهدون الآن برنامج الفلاني ضيوف الحلقة محور الرئيسي لهيئة الحلقة تمام. وبصير عندنا مساء رح نغطي أو نزود المشاهدين والمتابعين بروابط هي الحلقات اللي يشاهدوها بالفيديو الكامل عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز. أكيد. أستاذ ضرار، أكيد العمل بين شعبة الفيديو ووحدة الإنترنت عمل تشاركي، فكيف بيتم التواصل والتنسيق بين الوحدتين؟ أكيد سؤال الاثنين. بالتأكيد. هلأ بالبداية بحثنا نحن، عفوا مثل ما قال الأستاذ حسام، أنه نحن المواد اللي بتخص الموقع جزء منه رح يكون من فعاليات وبرامج المركز، وبالتالي مصدر رح يكون من عندكم. تم البحث عن أفضل صيغة بتأمن جودة جيدة وسرعة في الأداء، والحمد لله يعني وصلنا إلى نتائج جيدة وكلياته في القريب العاجل. بس بدي أقول إنه نحن كمان احتجنا إلى كمان كادر إضافي، وفي عنا نقص بالتجهيزات. يعني مثلاً أنا اضطريت لحتى لشبكة الفيديو اللي خاصة فينا، أنا إذا بدي أخذ مادة بتخص تقارير صباح الخير فرضاً، فأنا بحاجة أخذ التقارير الموزعة على أربع جزر مونتاج. إذا بدي أخذ برنامج أياً يكون أي برنامج من البرامج، فأنا كمان بدي أخذ برامج من الجزر، وبالتالي فأنا بحتاج لشبكة فيديو. شبكة الفيديو هي أخذت وقت حتى تنفذت، أخذت جهد. صح. في مهندس صفوان ملوك بصراحة، نحن أول ما أجا حط نصب عينيه الهدف
وتحقق استاذ الدرار. يعني بصراحه كثير ارتحنا حاليا نحن مثلا لما نطلع من نغطي فعاليات لما كذا مثلا الماده موجوده على جزيره كذا بس صار في شبكه قادرين من اي جزيره ناخذ الماده. الشبكه اضافت ان جعلت سعه التخزين موزعه على كل الجزر، يعني انا مثلا يكون عندي 300 جيجا موزعه على الجزر، انا قادر اخذها من اي مكان تخزين الى اي مكان تخزين. فكتير يعني عطتنا كنا فيما سبق اذا فلان قاعد عم يمنتج يمكن صرت اكيد فكنا نوقف عن العمل نجي ناخذ على فلاش او على هارد ونقاطعه ونرد الى مكان اخر. فاضافت لنا هيدي كتير ديناميكيه وافضليه. ضل فقط لا غير هلا نحن لحد هذه اللحظه سيرفر اللي عم نشتغل عليه للشبكه فيرتشوال، يعني طبعا الاستاذ بيعرف القصه وهذا ما هو افضل الحلول على الاطلاق، ولكن حل من نقول يعني لتمشيه الحال لبين ما توصل التجهيزات الجديده باذن الله ويكون شغلنا بروفيشنال اكثر وفي عامل امان اكبر. يعني انا هلا طالما عم اشتغل على فيرتشوال موضوع انقطاع الكهرباء ماني محصن منه، موضوع دروب كمان على السوفت وير انا عرضه في اي لحظه لهالقصه. ان شاء الله في القريب العاجل نحن وعدنا الاستاذ حسام والاداره الشام انه بتجهيزات وبستورج سيستم كمان يكون نرفع السعه نحن بحيث نقدر نخزن برامج. يعني انا لما بدي احكي عن برنامج انا عم بحكي على 12 جيجا لكل ساعه، فاذا كانت الكواليتي جيده طبعا وهذا بالنهايه هدفنا اكيد كواليتي نحن، فانا بهالحاله بحاجه ل سعة تخزين كبيره وسرعه وصول سواء كان دخول او خروج الى لوحده التخزين. حلو اكيد. هلا بدنا نحكي عن خطوه مهمه جدا ومميزه حاليا اقيمت في قناه اوغرين طبعا بالتعاون بين وحده الانترنت وقسم الفيديو اللي هي تحميل برامج قناه اوغريت على قناه اليوتيوب التابعه للمركز. بصراحه يعني خطوه مميزه جدا، يا ريت تحكوا لنا كيف تم التنسيق كيف تم تنظيم هذا الموضوع. تمام. نحن بالبدايه طبعا قناه الاوغريت مثل ما بنعرف هي قناه ارضيه، تمام، ان شاء الله في المستقبل رح تكون قناه فضائيه. فنحن كمان بهمنا موضوع انه نحن طالما في عنا بنية تحتية لا بأس فيها طبعا مقبولة تمام عن طريق الشبكة عن طريق الانترنت، فسألنا حالنا ليش ما حتى يعني تطلع هاي القناة وتتغطى بشكل كامل عن طريق الشبكة تمام. فبدأنا بهذه الخطوة طبعا اجتمعنا انا والاستاذ درار بالتنسيق كمان مع ادارة المركز انه يفترض نكون قادرين حتى نغطي كل البرامج عن طريق قناة يوتيوب خاصة بالمركز الإذاعي والتلفزيوني تمام. شفنا شو مستلزمات هذا الموضوع بالكامل، وحاليا احنا بدأنا من فترة قصيرة بتغطية كل البرامج تمام عبر الشبكة، والحمد لله لقيت يعني ردود أفعال كثير إيجابية حتى نحن دخلنا إلى القناة وسجلنا الإحصائيات اللي سجلتها قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز. الحمد لله كانت لسه الموضوع جديد طبعا بس كانت النتائج مبشرة وإيجابية وواعدة إن شاء الله للمستقبل. في عندنا برامج حققت مئات المشاهدات، في برامج بالعشرات، كون الموضوع بجزء جديد لسه ما سمعت فيه الناس والضيوف وبحاجه الى وقت تمام. وبالمقابل نحن قناه اليوتيوب عم تغطي كل البرامج اللي عم تبثها قناه اوغريت بالاضافه للبرامج اللي عم يتم انتاجها بالمركز تمام، بالاضافه للمواد والاخبار والتقارير كمان اللي عم يتم انتاجها وتصويرها بالمركز. بالنسبه للمواد والتقارير حسب مواضيعها، في عندنا مواد طبيه، مواد صحيه، مواد اجتماعيه، مواد منوعه فنيه. الحمد لله في مشاهدات باعداد هائله، يعني عشرات الالوف من المشاهدات، في بعضها مئات الالوف من المشاهدات. وسجلت القناه من تاريخ 12/3 لتاريخ 12/4 خلال 30 يوم 1567 ساعه مشاهده بمعدل 94100 دقيقه. حوالي 94 دقيقة صراحة. طبعا أكثر البلدان كمان سجلت، أكثر البلدان يلي زارت أو المواقع الجغرافية يلي زارت هي البرامج عبر القناة كانت من سوريا، بعدين السعودية، الجزائر، فالمغرب، فالعراق. طبعا أكيد في دول تانية بس هي أكثر البلدان يلي زارت قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز. يعني خاصة إنه هيدا الموضوع إنه يعني قناة أوغريت هي ساحلية تمام، فينا نعتبرها انه هلا صار الشخص لو بالصين قادر يشوف انه شو عم يطلع على قناة أوغريت مكان في العالم. الجلوبالايزنج ترجمتها بالعربي ولا ما بعرف، دون ما نكون فضائيين،
يعني حققت الدولية خلينا نقول صحيح فضائيين، انه اي واحد في اي مكان في العالم قادر يدخل اذا عرف الرابط ويشوف ويشاهد برامجنا. جولة الكاميرا الصباحية يلي بتنقل اجواء الحياة الصباحية اللاذقية في كل العالم، حتى رح تحقق مشاهدات حتى اكثر ما انه لو كانت فضائيه، لانه انت الفضائيه اما على قمر نيلسات او قمر عرفسات او الى اخره، اما هون انت مثل ما الاستاذ زرار دوليه صارت. صحيح. تمام. أكيد. وفي دول العالم المتقدمه صار عندهم يعني منظومه الانترنت هي المنظومه الاساسيه لمتابعه كافه القنوات التلفزيونيه. اكيد. تمام. ان شاء الله بيكون البث مباشر على اليوتيوب. موضوع البث المباشر هلا عم نشتغل عليه ان شاء الله قريبا. الموضوع صار عند زملائنا بمديريه الاتصالات، يعني قيد التنفيذ هذا المشروع. طبعا نحن دائما على تواصل مع مديرية المعلوماتية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إن شاء الله قريبا بيكون هذا الموضوع. إن شاء الله. بس بدنا نحكي عن الدقة بالتحميل هذه الفيديوهات، لوين وصلت وهل هي مرضية بالنسبة لكم؟ تمام. هي حقيقة ما مرضية بالنسبة لنا وبالنسبة لرسم الفيديو، لأنه آلية التسجيل هي آلية تسجيل بسيطة عم نسجل على DVDات. تمام. فكل ما زاد عندي عدد البرامج عم تخف عنا الكواليتي. مثل ما بنعرف نحن كمان بعمليات تحويل بما يناسب تمام شبكة الانترنت بتاخذ مساحات كبيرة كذا، فعم تخف الكواليتي نوعا ما. بس هلا عن جديد عم يشتغلوا زملائنا بقسم الفيديو، الاستاذ درار هون بيعرفوا الموضوع وبتوقع الاجابة بتاخذوها من عنده. استاذ درار يعني بشكل عام هيدا الموضوع كيف قسم الفيديو شو كانت مهمته بموضوع برامج قناة أوغريت وكيف طريقة تحويلها او التقسيم فينا نعتبر تقطيع؟ تماما. اولا برامجنا نحن بتكون موجودة بالمحطات على بشكل داتا. طبعا هي الداتا لا يمكن التعامل معها الا اذا عملنا لها برينت او تحولنا ماده الفيديو الى فورمات تستطيع التعامل معها في شبكه الانترنت او البلايرات اللي كنا بنستعملها هناك. هالشيء بيتطلب كادر عمل، يعني نحن بحاجه لمهندسين وفنيين يقدروا يعملوا برينت اوت لكل المواد لكل ماده، وهذا الشيء بياخذ وقت. فانا مثلا حاجز الجزيره، نحن الاستثمار الامثل للجزر نحجز تنظيم الوقت وتقسيم الفترات. تمام. الاستثمار الامثل صحيح. فبيخلص مونتاج الماده مثلا الساعه 10 صباحا او الساعه 12، بحاجه لوقت اضافي لحتى يعمل برينت. برينت بياخذ تقريبا حسب طول الماده وجوده والكواليتي ونوع الفورمات اللي إيه بياخذ وقت اضافي. ف يعني بيخلينا نحتاج وقت اطول مع انه انتهى حجزه. لذلك وجود الشبكه، فانا بقدر اعمل برينت اوت من غرفتي من عند السيرفر من اي جزيره فاضيه لنفس الماده، فقط يتطلب فني خبير او مهندس خبير يعمل برينت ويعرف وين يوجه الكليب لحتى يقدر قسم الموقع الانترنت. اذا كنا مربوطين لحد الان لسه ما تحقق، ولكن كمان هي خطوه مستقبليه انه يقدر من غرفتهم في الموقع يقدر ياخذ الكليبات المناسبه سواء كانت للبرامج للتقارير لاي شيء ياخذها لعنده. ظلت خطوه واحده فقط حكى الاستاذ، هي برامج الهواء. يعني انا برامج الهواء طبعا هذا عن برامج تسجيلي، برامج الهواء هي عم تتسجل عندنا على دي في دي. ايوه. فعم نضطر نحن كمان ما بنقدر لكل برنامج نعمله دي في دي. فقط برنامج صباح الخير خصصنا له دي في دي واحد، طبعا هذا التعاون كان من اداره المركز. برنامج صباح الخير خصصنا دي في دي، وباقي البرامج خصصنا له دي في دي ثاني، وعم نزودهم بالدي في ديات تبعا حتى يصار فيما بعد في قسم الموقع الالكتروني تحويل الفورمات الى الفورمات المناسب. طبعا التوزيع على دي في ديين للتحسين الكواليتي اللي حضرتكم سالتوا عنه، لانه اذا مثلا انا بقدر اسجل على دي في دي واحد من ساعه وبقدر اسجل عليه فقط ساعتين، فكل ما زدت عدد الساعات كل ما خسرت الكواليتي، وكلما قللت عدد الساعات كل ما ربحت الكواليتي، بس رح يزيد عندي دي في ديات زياده وكلفه زياده. اكيد ان شاء الله يعني بتوصلوا للمكان اللي حابين توصلوا له بهذا الموضوع. هلا بدنا نحكي عن الارشيف الالكتروني بشكل عام بالمركز، شو بالنسبه له؟ الارشيف الالكتروني طبعا هذا هلا كنا هذا حديث بالحديث انا والاستاذ حسام من لحظه. صح. نحن بحاجه ان انا مستثمر سواء كنت محرر او معد او حتى فني فيديو، انا بحاجه لماده ما، فانا لازم اعرف وين احصل عليها.
الأرشيف الإلكتروني هون دوره، أنه أنا بعمل في عندي تقنية البحث عن المادة، أنه أنا إما ببحث عنها عن طريق بمعرفة اسم الفني اللي منتجها أو المحرر اللي جاء حضر المادة أو المعد طبعاً، والمنافذ التي تستطيع الوصول إلى هذا الستوريج سيستم. يعني نحن بحاجة نخزنها في مكان ونقدر نوصل لها وناخذها بالسرعة المطلوبة. طبعا هذا بيتطلب مواصفات عالية للجهاز، وطبعا مواصفات عند الفني انه يعرف كيف يبحث. نحن هلا بحاجة للمعدات فقط. فقط معدات. يعني بتتحول المكتبة الموجودة عندنا، مكتبة الأشرطة، بتتحول لمكتبة إلكترونية ولا من اللحظة التي تقام فيها المكتبة الإلكترونية؟ أيوة. إذا كل جديد هذا بيكون سهل جدا. أيوة. أما ما مضى فهذا بحاجة لكادر خاص، كادر خاص. ما شاء الله عندنا من عام 1987 أشرطة SP موجودة. فهذا بيحتاج وقت كبير وفريق عمل كبير يكون فيه وآلات. يعني أنا عندي لحد هذه اللحظة عندي 3 آلات، آلتين ديفيكام، واحدة ديجيتال بيتاكام. على هالآلات أنا ماني قادر أبدا أقوم بهالوظيفة، لأن أنت بحاجة تعمل بلاي باك للأرشيف لحتى تحوله إلى صيغة مناسبة تخزنه فيها في الستوري سيستم. وهيدي المشكلة يمكن كمان موجودة عندكم بوحدة الإنترنت، منلاحظة قلة الآلات ويعني وضعف التجهيزات الموجودة عندكم. شو بتحكي لنا عنه؟ هذا تحدي. أنا آسف للمقاطعة. هذا تحدي بالنسبة لنا، أنه نحن صحيح رغم كل الإمكانات نحن رح نطلع. بس وإن كان كنا غير راضيين، ولكن رح نطلع، وبإذن الله لما توفر الإمكانات نقدي الشيء الأمثل. أكيد أستاذ، أنا بأيدك أستاذ زرار عن هذا الموضوع. يعني رغم قلة الإمكانيات الفنية، ولكن نحن عم نثبت جدارتنا بثقة بهمة الشباب كادر العمل بأكمله. لا أستاذ حسام، نحكي عن موضوع المعلوماتية. تمام. كيف وربط بشبكة واحدة، كيف قادرين نحن نستفيد من هذا الموضوع قدر الإمكان؟ تمام. هلا نحن كوحدة انترنت، وانا طبعا بركز على التسمية وحدة انترنت، لانه هي من حوالي سنتين كان اسمها فعلا الموقع الالكتروني. صحيح. بس الموقع الالكتروني هو احد اشكال البث الالكتروني، هو جزء بسيط فينا، جزء بسيط او احد المهام. تمام. صح. بوحدة الانترنت في عنا مثل ما قلنا فريقين، في عنا فريق تحرير، في عنا الفريق الفني او التقني. تمام. بالنسبة لنا هلا رح اضيف شغلة على اللي قاله الاستاذ درار بالموضوع. الارشيف الالكتروني هو عبارة عن مشروع متكامل راح يضم وحدة الانترنت وقسم الفيديو وحتى المكتبة. تمام. والارشيف، بحيث يكون في عنا ستورج سيستم كاملة. تمام. ان شاء الله راح يكون يعني الموضوع ما نتأخر فيه. نحن دائما للأسف يعني بنعرف انه موضوع التجهيزات قليل عنا، بس بنعرف انه المشكلة ليست مشكلة مثلا فنية او ادارية، المشكلة دائما بموضوع الميزانيات وتوفر. صح. الميزانيات في ظل هالاوضاع اللي نعرفها، في ظل الحرب. تماما. حرب تشن علينا. تماما. تمام. فنحن ان شاء الله هذا مشروع قائم عندنا. تمام. مشروع ارشيف كامل بنظام تخزين متكامل، راح نربطهم بشبكه واحده ما بين المكتبه، ما بين الفيديو، ما بين وحده الانترنت. حتى في نحن عندنا كوحدة انترنت راح نساوي ارشيف من الشبكه العالميه الانترنت. بما تضم من مسرحيات، من امسيات، من حفلات، من اغاني منوعه واغاني وطنيه. تمام. بتكون موجوده هي وقت الحاجه لها. تمام. وكمان مستقبلا ان شاء الله راح يكون في عندنا آلية جديده. تمام. لتشغيل هي البرامج والحفلات عن طريق منظومه معلوماتيه او بنسميها اوتوميشن، بيعرف الاستاذ درار بهذا الموضوع. تمام. بحيث نحن نلغي موضوع او تجهيزات آلات الفيديو اللي ممكن يعانوا منها كونها صار لها فتره او صارت قديمه، يعني بحد ذاتها. فانا عن طريق محطه، طريق كمبيوتر، بلحظه معينه بستدعي اي ماده انا بحاجتها من الارشيف مباشره وبطلع فيها على الهواء. يعني بدي اسالكم هلا مشروع المستقبلي. تمام. استاذ حسام، نرجع من نوه لرابط الموقع الالكتروني للمركز. رابط الموقع الالكتروني فيكم تتابعوه عبر الرابط latakia.rtv. هو موجود صار على الهواء. .sy. تمام. بالنسبه لليوتيوب، youtube.com/latakia tv. تمام. هي دعوه لكل المشاهدين لزياره قناتنا على اليوتيوب. طبعا بحب كمان نضيف شغله بالنسبه للمعلوماتية. نحن عندنا ان شاء الله عده مشاريع بهذا الموضوع. احد هذه المشاريع عمليه البث المباشر لقناه اوغاريت ولاذاعه امواج. تمام. كمان في عندنا موضوع، طبعا كلفنا من فتره بدراسه وتنفيذ مشروع او منظومه البصمه لاداره وضبط
الدوام في المركز اللي هي أحد مظاهر احترام متطلبات الوظيفة بطريقة راقية ومرنة جدا. طبعا لأني عم أتعامل مع أحدث المنظومات العالمية بالتكنولوجيا، موضوع التكنولوجيا، وفي عندنا كمان مجموعة من المشاريع إن شاء الله راح نطرحها وننفذها بالمركز بما يخدم أهداف وسياسات المركز إن شاء الله. أكيد أفضل. إن شاء الله. وخططكم المستقبلية بالنسبة لوحدة شعبة القادم بإذن الله الأوتوميشن. إنه نحن لحد هاللحظة عم نعمل نشاهد موادنا عن طريق البلاي باك للأشرطة. والبلاي باك هو عبارة عن ميكانيك بدور شريط حول رأس الفيديو حتى نقدر نشاهد المادة. وهذا الموضوع عرضة للتلف وعرضة اللي عملنا مشاكل في أي لحظة. ممكن هيد كلوجينج يعني تحشاية رأس بنسميها نحن. ممكن تلف بالمطاط، ممكن تلف بأي شيء. في يمكن تلافي هذه القصة عن طريق الأوتوميشن. طبعا الأوتوميشن هو التشغيل الآلي أو الأتمتة، أنه أي فني فيديو قاعد عن طريق جهاز مزود بكارت فيديو نقدر نستدعي المادة المطلوبة حتى إذا ما كانت محضرة سلفا. أنه أنا مثلا طلبت على الهواء مادة فلانية، بقدر استدعيها، عملها تحميل، وهذا لا يستغرق إلا بضع، طبعا حسب مزايا والجهاز، من بضع ثواني إلى بضع دقائق. طبعا كمان تابع الموضوع لحجم المادة. قادر أنا استدعيها وحتى أعمل علي عملية المونتاج على الهواء، يعني أنا بقدر أعمل مشاهدة قبل، أحذف المشاهد اللي أنا بدي إياها وبعدين حتى أعمل على الهواء، وحتى أثناء العرض أنا قادر أعمل المونتاج علي. وهي ميزة كتير كتير جيدة، يعني بتجنبنا مشاكل هواء كبيرة. هلا ان شاء الله اكيد بنتمنى لكم التوفيق استاذ ضرار واستاذ حسام. يعني موضوع المعلوماتيه، موضوع الارشفه الالكترونيه، اقسامكم صراحه هي هيكل اساسي بقناه اوغريت. بنتمنى دائما يكون تميز موجود عندكم وعندنا بشكل عام، لانه نجاحكم من نجاحنا ومن نجاح كادر العمل. اكيد ان شاء الله بتوفيق. ختام لقائنا معكم، سمحوا لي نوجه بس تحيه لزملائنا بالقسم، قسم الفيديو، كل واحد بيحيي زملائه. كل واحد بيحيي. ايوه زملائنا بالقسم اللي والله بفترات وصلنا الليل بالنهار. صح. وتحيه لزملائنا المعدين والمخرجين كمان اللي عم يتحملونا ويتحملوا ظروف عملنا، لانه انتم من الكادر اللي بيستنى احيانا لساعات واحيانا لايام لحتى يجي دوره لحتى يمنتج نظرا لقله الامكانات. تحية للجميع، وتحية بصراحة أنا بخص المهندس صفوان ملوك فيها، لأنه موضوع شبكة الفيديو كان هو نجاحي. تحية أكيد كثير ريحنا. بداية إلى نهاية. أكيد. أستاذ حسام، بحب أوجه شكر طبعا لكادر العمل في وحدة الإنترنت يلي عنده دائما معنويات عالية والإيجابية اللي هي الأساس بكل شيء، رغم القلة في التجهيزات والإمكانات بإمكانياتنا المتواضعة. طبعا بوجه تحية كمان لإلكم وشكر لإلكم ولفريق العمل، الكادر التقني، الكادر الإعلامي والكادر الإداري، يلي هو أصعب شيء دائما بأي خطوة جديدة أنك تقنع الإدارة تمام بهذا الشيء الجديد. مظبوط. فالحمد لله نحن كادر الإداري عم يدعمنا أكيد. طب حتى عم يشجعنا على كثير مواضيع إن شاء الله ممكن تكون بالمركز. وبصراحة كادر متفهم جدا جدا ومتعاون لأقصى درجة. تمام. أكيد. نتمنى لكم التوفيق أكيد بمهامكم إن شاء الله. المهندس حسام صالح رئيس وحدة الإنترنت، نورت صباحنا أكيد. يسعد صباحكم. شكرا لكم أكيد. والمهندس ضرار غزال رئيس شعبة الفيديو، أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، نورتونا. على رأسك. شكرا لكم. إن شاء الله نستضيفكم بأيام قادمة مع خطوات جديدة لتطبيق الأوتوميشن يكون إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. أما هلا مشاهدينا.